إزاحة ستارة عن المرحلة 9 ألف من مشروع تنمية حقول الغاز بغرب الدلتا. أعقب ذلك مؤتمر صحفي لقيادات المشروع ولوزير البترول الذي استعرض فيه رؤية الوزارة لتحقيق طموحات مصر من تأمين وتوفير لاحتياجات المواطنين والدولة من الطاقة بأسعار اقتصادية مناسبة. وفي شرح مستفيض لاستراتيجية وزارة البترول تضمن ذلك الشرح الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنمية والاتفاقيات التي وقعت ووصل عددها ل56 اتفاقية وسداد المديونيات، بالإضافة لتحويل مصر لمركز عالمي لتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. 56 اتفاقية في سنة. 56 اتفاقية حضرتك، منهم 43 اتفاقية جديدة و13 اتفاقية كانت على وشك إما أنها تنتهي أو توقف العمل فيها نتيجة لأنها محتاجة ندخل عليها تعديلات. فإجمالي عدد الاتفاقيات 56. منح التوقيع اللي حصلت عليها الدولة في حدود 432 مليون دولار. إجمالي الاستثمارات اللي هيتم إنفاقها كحد أدنى في هذه الاتفاقيات 12.2 تقريبا مليار دولار. الحد الأدنى للأبار اللي هيتم حفرها حوالي 254 بير. ده بقى بيفتح فرص عمالة قد إيه بقى؟ ده يعني حضرتك 43 اتفاقية دولة والنهاردة الحمد لله ابتدينا نفعلهم، دي بتفتح فرص عمالة طبعا قديمة. فرص عمالة في إن احنا بنحقق اكتشافات جديدة، بنعوض الإنتاج، بيستمر الإنتاج، ففي حضرتك فرص عمالة غير مباشرة نتيجة لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة. ده جانب. الجانب الآخر إنه الشركات اللي بتعمل بتحفر وبتعمل تنمية للحقول، وبالتالي في شركات مقاولات بتشتغل، في شركات خدمات بتشتغل، في شركات نفسها اللي احنا بننشئها بتشتغل، وبالتالي فرص العمل هنا فرص ممتدة، يعني فرص دائمة، وفي فرص نتيجة للأعمال الخدمات المصاحبة ونتيجة لأعمال المقاولات المصاحبة. وده هنشوفه برضو في مشروعات تنمية الحقول للاكتشافات اللي كانت تحققت. فده الحد الأدنى بالنسبة لل 56 اتفاقية. ده بالنسبة نكمل لو سمحت. بالنسبة للبحر المتوسط حضرتك، كل الاتفاقيات دي تم إضافتها في المياه العميقة على حدود المياه الاقتصادية المصرية، ودي في منطقة الدلتا، ودي في منطقة البحر المتوسط في المياه العميقة أيضا. إجمالي الاستثمارات حوالي 10.9 مليار دولار، نتيجة لأن أغلب الإنتاج بالمياه العميقة بيتطلب استثمارات كبيرة جدا، وبيتطلب حفرات متخصصة تكلفة إيجارها عالية جدا، وفيها حفر 59 بئر كحد أدنى بحث واستكشاف. إلى جانب هذا حضرتك، إحنا بنشتغل في المصادر الغير تقليدية اللي هي قريبة جدا من نظام أو ما يطلق عليه الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية. التراكيب الجيولوجية اللي موجودة اللي إحنا بنطلق عليها أبولونيا هي تراكيب جيولوجية متماسكة جدا، بيتطلب الإنتاج منها إن إحنا نحفر أبار رف أفقية، وإن إحنا نعمل تكسير هيدروليكي متعدد بنفس النظرية الخاصة بالغاز الصخري. عشان كده إحنا إذا كنا عايزين إنتاجنا يزيد لازم يبقى فيه اتفاقيات كتيرة جدا للبحث والاستكشاف، ولازم المعدلات اللي احنا نشتغل بيها تبقى ضعف المعدلات الحالية، وإلا يبقى احنا هنستمر في ان احنا نعوض التناقص الطبيعي. فلازم نشتغل، وده اللي احنا بنحاول نعمله في الوقت الحالي، وان شاء الله ننجح فيه مع جميع العاملين من قطاع البترول، وبنعهد ان شاء الله السيد الرئيس وبنعهد سيادتك على هذا والشعب المصري كله، ان احنا هنضاعف معدلات عملنا وانتاجنا بحيث ان احنا ننجح في ان احنا نتغلب على الفجوه اللي موجوده حاليا. اجمالي الاستثمارات 3.5 مليار دولار، والانتاج 1300 مليون ادم مكعب، و12800 برميل من المتكثفات يوميا. اخر حاجه، ان مصر بما لديها من موقع استراتيجي وبما لديها من بنية أساسية كبيرة في صناعة البترول والغاز والتكرير ومعالجة الغازات والشبكة القومية للغازات، وبما هو متاح لديها من قناة السويس، وإن شاء الله بعد تطويرها وزيادة عدد السفن اللي ممكن أن تمر بها وخط سومد، إلى جانب القرب من أسواق من مناطق الإنتاج والأسواق الاستهلاك،
كل ده بيؤهل مصر إن شاء الله أنها تكون مركز محوري للطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط بإذن الله. نحن قمنا بالاستثمار في منطقة الدلتا وفي منطقة غرب الدلتا وفي مناطق أخرى. نحن نحاول أن نضمن أن عمليات التنمية المستدامة تكون فعالة في مجال عملنا. نحن أيضا قمنا بمشروعات في منطقة إدكو وهناك مبنى إداري وأيضا هناك أعمال أخرى. هذه المرافق سوف تستخدم عدد من العمالة وتركز على العديد من المشروعات. نحن لدينا أولويات أساسية للتنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية. ما يجعلنا نفخر هو أن لدينا هنا أعمال تنموية مع مصر. كما يمكنكم أن ترون البنية التحتية هنا والمعدات كانت في الماضي يتم جلبها من الخارج، لكن جزء كبير جدا من هذه الأعمال في الوقت الحالي يتم القيام بها على الأراضي المصرية وبأيدي مصرية وبمعدات مصرية. نحن نريد أن نعطي ملخصا للشركة ونشاطها. في عام 1995 حصلنا على امتيازين في غرب الدلتا، روزيتا و WDM لإنتاج الغاز، وبدأنا في عام 2001 في روزيتا وفي WDM في 2005. شركاؤنا في روزيتا إديسون ولدينا شركاء آخرين في غرب الدلتا. نحن لدينا أيضا شركة مع بي بي في غرب الدلتا. نحن لدينا أيضا العديد من المشروعات التنموية ولدينا أيضا حقول مرتفعة الحرارة وأعماق كبيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط في منطقة البحر المتوسط. نحن لدينا هنا بنية تحتية رئيسية تغطي حوالي 6000 كيلومتر وهي ضعف مساحة مدينة الإسكندرية. دي مجموعة أبار للمرحلة الأولى، بس هم 8 أبار، وبعد كده بيبقى في مجمع الأولي وبعدين في بقى مجمع النهائي اللي هو على بعد 70 كيلو من البر. حضرتك احنا عندنا 59 بير وعندنا خطوط أنابيب تحت سطح البحر حوالي 1000 كيلومتر، وده رقم كبير جدا. والامبليكال ده اللي هو كابل التحكم، وانا بس هوري لحضراتكم هو قد ايه هو الموضوع فيه تكنولوجيا عاليه. وهو في مثال هنا، ده حضرتك الامبليكال او بنسميه الحبل السري، لو انه فعلا حبل سري بيغذي الابار بالهيدروليك اللي هو بيفتح ويقفل وبماده كيميائيه اسمها الميثانول، هاي بريشر وميديا بريشر، وفعلا ميثانول، وواحد بتبقى سبير. ده لازم بيكون 88 كيلو مره واحده لانه ما ينفعش انه يتوصل. الالكترونيكس بقى هنا اللي حضرتك بتديني كل الداتا وبقدر اخد منها فتح الابار وقفل الابار، الضغوط، الانتاج، كميه الانتاج عايز ازودها عايز افتحها، وبعدين ده بقى اللي بيوصل بين مجموعات المانيفولدز او المجمعات. لكن ده لازم يكون واحد وان بيس 88 كيلو، وده وان بيس 88 كيلو، ما ينفعش يتوصل، لازم قطعه. وده حضرتك تلات شركات في العالم بتعمله، وده تاني اكبر واحد على مستوى العالم. التخريب والكلام ده هو حصل ان اتقطع قبل كده بس ما كانش تخريب. احنا عملنا انفستيجيشن لقينا ان في مراكب صيد حديثه بتوصل ل 250 متر. هو بيتقطع في حضرتك حاجه اسمها الفلاينج ليدز، هتبان في الفيلم، اللي هي بتبقى وصلات صغيره ممكن تتوصل. لكن الكبير ده لا، الكبير لا يمكن. احنا بنعمل له ترانشنج كمان عشان ما يبقاش حاجه تقدر تقطع ترانشنج. النشاط الاستكشافي زي ما حضرتك شايف، احنا عندنا دي المراكب اللي احنا بنستخدمها في البحر علشان عمليه المسح السيزمي ثلاثي الابعاد. احنا بدانا المسح السيزمي ثلاثي الابعاد في منتصف يناير 2014 وانتهى في 31 مارس 2015 لمساحة 1873 كيلومتر باستخدام 5 مراكب بحثية وخدمية باستثمارات حوالي 30 مليون دولار بهدف استكشاف الطبقات العميقة المواسين والأولوجسين. آخر مسح سيزمي حضرتك حصل عندنا
كان عام 2006، كان بس حضرتك لاستخدام الاستكشاف طبقه البلايوسين اللي هي الريسنت اللي هي على اعماق قليله. تتم معالجه بيانات المسح السزمي ثلاثي الابعاد لمنطقه البرولس كما مخطط لها، متوقع الحصول على النتائج النهائيه بنهايه يوليو 2015 ان شاء الله. سوف يتم استخدام نتائج المعالجه السيزميه الجديده لتحديد اماكن حفر ابار استكشافيه للطبقات العميقه التي لم يتم اختراقها من قبل، هي في طبقه المايوسين والاولوجيسين. بدء الحفر في التركيب ان شاء الله العميقه هيكون خلال عام 2016 2017. الجدول ده بيوضح لحضرتك احتمالات البتروليه الموجوده في التركيب الجيولوجيه العميقه، بتقدر بحوالي 12 تريليون ادم مكعب كامنه في هذه التركيب. في حاله نجاح ان شاء الله لاستكشاف هذه التركيب الجيولوجيه العميقه هنستخرج حوالي من 5 ل 6 تريليون ادم مكعب، وهو ما يعادل انتاج حجم الشركه لحد دلوقتي ان شاء الله، من اول ما بدات لحد دلوقتي. وفي رحلة من رشيد إلى البحر المتوسط كانت الرؤية واضحة أن الدولة عازمة على دفع الاستثمارات البترولية إلى الأمام، فاستعرض المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في جولة تفقدية على متن الحفار البحري سكوربيون 6 والقاهر 2، استعرض طرق العمل وقدرة شباب مصر على التقدم وتحقيق طفرة قوية لمصر في مجالات استكشافات حقول الغاز. دولة رئيس الوزراء بعد التحية على شاشة التلفزيون المصري، نحن الآن على حفار سكوربيو 6. معالي وزير البترول قبل قليل تحدث عن فترة توقفت فيها الاستكشافات على أثر ثورة يناير، ما أثار بعض من العجز، ولكن الآن الجهد مستمر. 8 أبار أو 9 أبار دخلت الخدمة منذ أغسطس 2014، ما الجديد لدى سيادتكم؟ إن شاء الله في أيضا أكثر من 50 شركة وقعت مع مصر اتفاقيات. النهاردة هذه الزيارة بتأتي في، يمكن أول مرة أزور موقع من مواقع اكتشاف الغاز والحفر، على أساس أولا احنا يمكن أمس بالصدفة كان سيادة الرئيس عامل اجتماع للمتابعة، ومش ده أول اجتماع، يمكن خامس اجتماع المتابعة بالنسبة لسيادته. كان تعليمات واضحة بخصوص التوسع في مجال الطاقة سواء في الكهرباء أو في الغاز أو في البترول، وأيضا في صناعة الكيماويات البتروكيماويات. التوسع فيه يعني الحقيقة هناك اهتمام كبير جدا، وفي إطار هذا احنا بنتابع الحقيقة المشروعات اللي في الخطة. النهاردة الزيارة دي في موقع 9 ألف، الحقيقة أنا سعيد بما رأيته. أولا يعني التعاون مع الشركات الأجنبية، ولكن من يعمل؟ شباب المصريين، شباب المهندسين، الفنيين، العمال، كلهم زي ما انت شايف مصريين، بيعمل بيروح الفريق منتهى الجدية منتهى الاحترافية. فهذا الحقيقة سبب لي سعادة. خد بالك بقى في مواقع كثيرة مشابهة، يعني احنا في موقع من واحد مثلا من ايه 10 مواقع على الاقل، يعني اكتر من كده واكتر من كده بكتير يعني، ولكن هو الجدية. لما تعرف بقى ان شبابنا في قطاع البترول موجودين في كل اماكن العالم، في اوروبا بتلاقي مهندسين بترول مصريين، الخليج، افريقيا، اذا في بعض التخصصات المصري متميز سواء عامل او مهندس او فني. الحقيقه يعني ما تم شرحه ليا النهارده في العرض حاجه تدي امل كبير جدا. طبعا انت عارف كويس ان احنا كان السنه اللي فاتت عندنا مشكله في توفير الغاز والعمله الصعبه، والحمد لله الحمد لله ان هذا الشباب وهالفكر اللي موجود النهارده في الحكومه وفي الوزارة هو الاسراع بالاكتشافات والبحث، واحنا ماشيين في اتجاه مظبوط. النهارده طبعا الوضع السنه دي احسن من السنه اللي فاتت تدريجيا، على سنه ان شاء الله 2020 باذن الله مش هنكون محتاجين، باذن الله باذن الله طبقا للخطه مش هنكون محتاجين باذن الله الغاز، وان شاء الله الواحد متفائل ان ربنا هيكرمنا ونلاقي ايضا اكثر مما هو متوقع. الدخول بقى في جميع المجالات، وخاصه زي ما بقول لحضرتك التعليمات واضحه باقتحام البتروكيماويات. ان
شاء الله احنا يعني بنعد الى دراسات ترفع باذن الله، ثم سنبدا في مشروعات كبيره بتدي امل، بتفتح طبعا فرص عمل. البلد الحمد لله ماشيه، البلد ماشيه في اتجاه مظبوط، والشباب ده هو امل مصر، هو صانع المستقبل. والحقيقه انا سعيد جدا بهذه الزياره، بشكر السيد الوزير وبشكر كل العاملين في هذا القطاع، قطاع محترم قطاع البترول، ولكن ننتظر المزيد والمزيد من الجهد باذن الله. ان شاء الله هنستمر ونبقى احسن واحسن ان شاء الله. قطعة بسيطة دولة رئيس الوزراء حتى لا اطيل، هنالك بعض من المداخلات اثناء العرض من سيادتكم. انا كمواطن عادي وغالبية المواطنين لا يتفهمون هذه التفاصيل، ولكن نريد ان نفهم على اثر هذه المداخلات ما راي سيادتكم في العمل هنا في الحفار حتى ولو كان بعض من التفاصيل. الحقيقة طبعا على مستوى عالي جدا من التقنيات، لان يعني الموضوع هنا معقد، كل افرع الهندسه موجوده، هناك تخصصات كثيره جدا، ولكن المهم روح الفريق اللي انت شايفه، روح فريق رائع ودرايه كامله بالرغم من يعني صغر سنهم، ولكن هناك فعلا كل واحد بيتكلم كلام علمي وكلام فعلا فيه احتراف، وان شاء الله انا اتوقع لهذا الشباب مستقبل كبير باذن الله. وجود معاليك نريد ان نسمع منهم بعض من الكلمات، خاصه ان كان هنالك تعليق من رئيس الوزراء دوله رئيس الوزراء عن فكره العمل المستمر والانتاجيه، تحدث عن التميز الخاص بقطاع البترول على مستوى العالم وليس فقط مصر، كلمات في المضمون وليست فقط انشائيه. الحمد لله الحمد لله، احنا بنشكر ربنا اولا، ثم بنشكر معالي رئيس الوزراء ان هو ادانا الفرصه ان هو حضرته يجي عندنا هنا يشوف الوضع الطبيعي الحقيقي اللي احنا بنعيش فيه. الحمد لله احنا هنا على الحفار زي ما قلت لسيادته، احنا اسره واحده، ناس محترفه جدا، ناس متعلمه جدا، ناس بتادي دورها على اكمل وجه، والحمد لله الحمد لله، وان شاء الله هنكمل المسيره ان شاء الله. احنا نفسنا كلنا كشباب مصريين ان احنا نزود انتاج بلدنا من الغاز عشان ما نحتاجش لاي حد بره تاني ولا نستورد من اي حد بره تاني، واهم حاجه ان احنا نكفي بلدنا ان شاء الله من الكهرباء، ما نعانيش ابدا ابدا ان شاء الله من انقطاع الكهرباء خالص، وان شاء الله ربنا هيكرمنا، وطول ما احنا مع بعض ايد واحده ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنزود الانتاج، وعمرنا ان شاء الله ما نحتاج لاي حد تاني ان شاء الله. اي اضافه من معاليك فندم؟ انا بقول دول يا شباب مصر. احنا العمل بتاعنا عمل هارد، معروف ان هو تاني اعلى مجال في العالم، هو اخطر مجال في العالم بعد المناجم، والعمل بتاعنا بيكون 12 ساعه متواليه، وبيكون هارد، المعدات بتكون تقيله، والتونج بتاعنا بيكون احجامها كبيره، الطيوب بتاعتنا برضو احجامها كبيره، اوزانها كبيره والكلام ده، فلازم انت تخلي بالك من نفسك وتخلي بالك من اللي حواليك، ولما تعمل حاجه بالظبط تعمل تشيك مره واثنين وثلاثه عليها. احنا النهارده على جهاز الحفر القاهر 2، ده احد الاجهزه اللي تابعه للشركه المصريه للحفر البحري، جهاز يعتبر احدث تكنولوجيا موجوده في الاجهزه التي يتم رفعها على ارجل على قاع البحر. الجهاز ده جهاز مماثل له، القاهر 1 ده تبع الشركة المصرية للحفر البحري، بالإضافة لكده الجهاز ده بيقدر يشتغل في المياه لغاية 115 عمق مياه البحر، من سطح البحر إلى غاية المياه، وبيشتغل بيقدر يقيم عليه 120 فرد إقامة دايمة طول الوقت. ده احد جهازين موجودين في المياه البحر الابيض المتوسط في مصر، واللي فيها ان شاء الله تشهد نماء شديد جدا، وفيها احتمالات يعني ان شاء الله تعود بالخير على بلدنا العزيز. دراسه الجدوى بالنسبه للنماء الذي سوف تشهده؟ لا ان شاء الله، يعني احنا كلنا بنامل مع تزايد النشاط ومع زياده اعداد الابار اللي بتتحفر في الفتره الجايه، مع المناطق الجديدة اللي طرحت للبحث وتم إسنادها للشركة، إن شاء الله نلاقي خير فيها. إحنا عندنا جهازين دول موجودين، القاهر 1 والقاهر 2، عندنا جهازين تابعين برضو آخرين، دول أجهزة شبه عائمة اللي هم سكرابيو 4 وسكرابيو 6. إحنا عندنا برضو جهاز اسمه ميرسك ديسكفر، ده موجود، دي مجموعة الأجهزة اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط حاليا. مشروع تنمية حقول غرب الدلتا وافتتاح الخط أول مرحلة 9 ألف، وراء العنوان العريض ده والتفاصيل كتيرة بالتأكيد نحب نوضحها. احنا لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات ومن الغاز الطبيعي بنشتغل على عدة محاور. المحور الأول هو ان احنا بنكثف أنشطة البحث والاستكشاف، ووقعنا عدد كبير الحمد لله من الاتفاقيات البترولية في خلال السنة الماضية.
إجمالي حوالي 56 اتفاقية. المحور الثاني اللي بنشتغل عليه هو تنفيذ مشروعات تنمية الحقول، والمرحلة 9 ألف هي أحد هذه المراحل. أضافت حوالي 400 مليون أدم مكعب من الغاز، بتعوض التناقص الطبيعي وتحافظ على الإنتاج، وبيعقبها إن شاء الله في منطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة المرحلة 9B اللي هنبدأ فيها إن شاء الله في يونيو. وخلال الفترة دي أيضا بنعمل في إصلاح بعض الأبار، حوالي 6 أبار بهدف إنتاج حوالي 150 ل 200 مليون أدم مكعب. فإحنا بنشتغل على المحور تنمية الحقول وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. أيضا بنعمل على المحور الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، ويمكن تم مؤخرا وصول سفينة التغييز، وحاليا في مرحلة تجارب بدء التشغيل، وبإذن الله نعمل يعني تبدأ العمل وتغطي الإنتاج والفجوة. توضيح عمل هذه السفينة. طبيعة عملها بتستقبل الغاز المسال وبتحوله للحالة الغازية، وبيتم ضخه في الشبكة القومية للغازات. دي طبيعة العمل. المرحلة المقبلة إن شاء الله هتشهد أيضا أنشطة مكثفة في البحر المتوسط في تنمية الحقول وإضافة إنتاج جديد بإذن الله. معليك ذكرت 400 مليون أدب من الغاز يوميا، ده المرحلة 9 ألف، والمرحلة 9B إن شاء الله تضيف أيضا عدد أو رقم مماثل لهذا الرقم بإذن الله. مع التطور الحاصل وضعنا بالنسبة للاحتياج، الاحتياج الغاز، والله احنا بنغطي الفرق اللي موجود ما بين الانتاج والاستهلاك من خلال استيراد الغاز، وهيستمر معنا لفترة لحين ان شاء الله ما نستعيد انتاجنا مرة اخرى وتتحقق اكتشافات جديدة من الاتفاقيات الجديدة بإذن الله. ايه احتياطات السلامة اللي احنا يجب ان احنا نتبعها عشان خاطر لا قدر الله حصل اي موقف نبقى جاهزين ان احنا نخلي بامان ان شاء الله؟ التعليمات السلامة تشمل مين هي الأشخاص المسؤولة عن الحفار، الإنذار الصوتي والمرئي، نقطة التجمع ونقطة الإخلاء، مهمات الوقاية الشخصية، الأجهزة الشخصية، الحواجز والمناطق المحظورة، والصعود والهبوط، وآخر حاجة الأماكن المخصصة للتدخين. أحب أعرفكم بالأشخاص المسؤولة عن الحفار. نبدأ من مارتن بريكس، هو ممثل شركة رشيد للبترول على الحفار سكرابيو 6، إفجيني الماستر بتاع الحفار، وسيلفانو البلاتفورم مانجر أو مدير المنصة. مبدئيا احنا عندنا 3 إنذارات. الإنذار الأولاني هو إنذار الحريق، وبيبقى 5 ثواني بيعمل، 5 ثواني يتوقف وبالتكرار، والفلاشر او الضوء بيبقى لونه احمر. بالنسبة لانذار الغاز هو انذار متقطع، ثانية بيشتغل وثانية بيقف، ثانية بيشتغل وثانية بيقف، والضوء بيبقى لونه احمر. انذار الاخلاء بتبقى جرس متصل، اول لما بنسمع الجرس دوت بنبدأ ان احنا نتوجه على طول لنقط الاخلاء. أرجو من حضراتكم إن إحنا لو سمعنا أي إنذار إن إحنا نكون هادئين خالص، ما نتوترش، لأن ممكن يبقى فيه فولت ألارم، ولو لقدر الله في أي حاجة إحنا كلنا مضربين إن إحنا نتعامل مع هذه المواقف، وإن شاء الله ما يكونش فيها أي حاجة. أقصى عدد مسموح به للأفراد على الحفار هو 128 فرد. إحنا بنبقى محكومين بعدد وسائل النجاة أو قوارب النجاة تحديداً. جولة تحمل رؤية استراتيجية لقدرة عقول شباب مصر على صنع مستقبل أفضل لبلادهم، مع عزم حكومي على الدعم والتوجيه لتصبح مصر المستقبل منارة لثورة صناعية أمام العالم أجمع.